نبدأ حديثي عن النادي الأهلي والقائمة المعلنة من كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وكان طبعا أعلن عن قائمة فيها 21 لاعب أبرزهم طبعا على الإطلاق غياب. يعني قبل ما أتكلم على 21 لاعب، كان في بعض اللاعبين اللي غايبين عن المباراة زي رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيضا بيغيب علاء، حمزة علاء، ومحمد أشرف، ومحمد مغربي، وميدو نبيل. دول أبرز اللاعبين الغايبين، ولكن القائمة المعلنة بوجود 21 لاعب من النادي الأهلي، في مقدمتهم محمد الشناوي، علي لطفي، ومصطفى شوبير، أيمن أشرف، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني، واكرم توفيق، وكريم فؤاد، حمدي فتحي، وعمرو السليه، واليو ديانج، كل من محمد مجدي قفشه، وحسين الشحات، واحمد عبد القادر، وبرونو سافيو، وطاهر محمد طاهر، كمان محمد شريف، وحسام حسن، وشادي حسين. ونقدر من هنا نستشف التشكيل الاقرب للنادي الاهلي. اكيد بالفعل يعني ممكن يكون في منافسه في بعض المراكز، ولكن في لعيبه حاجزه اماكنها زي محمد الشناوي في مركز حراسه المرمى، هيكون علي معلول في الجانب الايسر، عبد المنعم ومتولي قلبي دفاع، اكرم توفيق في الجانب الايمن، حمدي فتحي وديانج في وسط الملعب. ناحيه اليمين هيكون في منافسه ما بين حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ناحيه الشمال محجوزه لاحمد عبد القادر بشكل كبير جدا، ويظل المركز اللي هيكون فيه يعني بعض المنافسه خلال الموسم كله مش بس مباراه النهارده، مركز المهاجم محمد شريف وحسام حسن وشادي حسين، مع وجود اساسي كمان لبرونو سافيو، عشان يكون ده تشكيل النادي الاهلي الاقرب، مع وجود منافسه في بعض المراكز زي ما انا قلت لحضراتكم.